قال لك تزوجتي وراجلك ما بغاش يدير يوتيوب وحبسك وقال لك كذا ونودي تحركي صافي طفي لي الكاميرا. انا اصلا كنت غادي يعني باش نقول لكم السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ما شاء الله غادي تكون اخيرا فيديو جديد واخيرا اليوم ما شاء الله غادي نديروا فيديو اللي غنجاوبوا فيه على الاسئله ديالكم. خلينا لكم ستوري في انستغرام طلبنا منكم تخلوا الاسئله اللي عندكم. صراحه كانوا جمعت الاسئله مؤخرا فغادي نجاوب عليهم في هاد لا فيديو هادي. نتمنوا اجوبتنا تجاوب على الاسئله ديالكم. انا قلت غير غادي نجاوب على الاسئله ديالكم. انا هنايا حيت هادي عندنا تساؤلات بزاف حولها وهناك تساؤلات كثيره قلت علاش لا واش نكون انا هي الدجاج. هاد السيده غادي تجاوب وانا غادي نقول لكم واش صحيح او غلط. انا جاي نعطيكم الخبارات كلش بلا ما نطول عليكم كثر. الوغ نبداو لا فيديو. ولكن ما تنساوش الا كنت اول مره كتشوفوا القناه تاعنا انكم تشتركوا في القناه تخلوا تعليقاتكم تابعونا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي كل شهر القاف في البرنامج تدرجات. غادي نبداو باول سؤال. صح هو السؤال اللي عاودوا لنا بزاف فين غبرتو فين غبرتيش ما بقيتوش كتحطوا لي فيديو. دونك هذا سؤال تاع امنيه وبزاف تاع لي زابوني اللي كيتبعونا فغادي نجاوبكم على السؤال هذا وغادي نحاول نديرو صراحه بطريقه اللي هي مرخص. حياتي نوعا ما ماشي سهله بزاف فيها الاكشن فهاد الحوايج اللي كيوقعوا كنبغي نركز في الحوايج اللي كيكونوا عندي دي فوا خايبين او لا زوينين. انا كنصور حيت كنبغي نصور في يوتيوب. انا كندير يوتيوب باسكو كتعجبني. دونك اون فوا كتلقاو شي فيديو مثلا نزلت لي لينيرجي من بعد كنضربها بالغبره. الحمد لله كما كتلاحظ انا اختي كنشارك كلش يعني حتى في الحاله اللي كتجي ما كتكونش مزيانه انا ما كنكونش مزيانه. لحقاش خصك تعرف واحد الحاجه ان النهار اللي بديت القناه النهار اللي بديت لاشين تاعي ما كانش شي فيديو اللي صورته بلا اختي اولا ما كانش شي فيديو اختي اللي صورته بلا بيا. غريبه اللي هي ما كتكونش مزيانه انا ما كنكونش مزيانه ولا ما كاتش لي انرجي ما كتكونش عندنا بجوج. ناكد لكم ان ابراجنا مختلفه ولكن هناك تجاذب في القضيه. ممكن شي حاجه في الموضوع انا يمكن ما نعرفش توام روحانيا يعني. واحد سؤال من عند سهام. شحال من عندك نعم؟ انا عندي 22 داخله 23 عام. قولي 23 22 ما عشتهاش الوقت. انا في جونفي 2020 درت 25 سنه. كنت فرحانه في 22 عام والله كنت فرحانه وكنت سعيده ومتفائله ما حسيتش بها كاع بالصراحه. على من عند سميره قالت لي اي لوف يو اي لوف يو مور. خصك تعرف واحد الحاجه نهار اللي حطينا فريمون بوست وصلنا بزاف تاع الاسئله وبزاف تاع الناس اللي قالوا مثلا غبرتو توحشناكم توحشنا فيديوهاتكم كنعاودوا في الفيديو نتاعكم والله العظيم الا تحنا توحشناكم توحشناكم بزاف عاد وكنتسناو فوقاش نحطوا لي فيديو تفرجوا فيهم غير هي الدنيا ظروف. السؤال اللي تعاود لي بزاف بزاف هو نتاع التسنيم وبزاف تاع البنات هما سولوني قالوا لي سلام ايمان واش تزوجتي وعلاش ما بقيتيش كتباني؟ المعقول عطونا الصح الاسئله اللي بغيابة. الوغ نعم نعم لا انا خصني نكفك اخويتي سمحي لي انا تزوجت والان متزوجه. نعم نعم لان ديجا انا قلتها في انستغرام. شكرا بزاف كاع اللي باركوا لنا اللي سبتوا لنا الانتصار يخليكم لي فاش كتحسب لي كبرت معاكم فمي كيقولوها لك فانت بحال بحال روحنا كعروس كامل. شكرا ناديه قالت لك السلام انا غير دور قلت لبنت خويا غبرتي والله ودخلت ولقيت كدابه يا ما حاسني الصدر من ديك دروك وجديه دروك كنحيوك فوتوغراف وجده هاي ريما بيوتي. السلام عليكم. هاجر حسيني قالت لي واش الخطوبه كتقرر مصير الزواج يعني الا كان عدم تفاهم وعدم الارتياح واش ممكن تفسخ واخا مع شخص كان ما حب. الزواج بالضبط انا عندي مهم وشي حاجه اللي مهمه في حياتي والمسؤوليه نتاعها والنجاح نتاعها وداك الشيء كامل كيبقى بتسخير الله ولكن الواحد ملي يتزوج شي حاجه اللي مهمه يعني ما عنديش ديك الزواج نتزوج حيت خصني نتزوج هذا هو الراجل نتاع الزواج حيت خصني نتزوج عنده الفلوس. بالنسبه ليا خصك تختاري اللي تعيشي معاه اللي جاي يعني شي واحد اللي غادي يجلس حداك مازال واحد ان شاء الله ربي يسخر سنوات وما تمليش وما يملكش ولا راكم في واحد لاج بزوج او الاكبر على بعضياتكم شحال ما كتكبروا ما كتضيعوش فراس بعضياتكم بالعكس كتكبروا مع بعضياتكم. انا هذا هو بالنسبه لي الزواج فالارتياح والتفاهم هو اول حاجه الاساس يعني اذا هادي ما بغاتوش حيت فاهمين ومرتاحين علاش بغاتو. اروح مريم قالت لي واش درتي العرس ولا مازال؟ درت العرس درت العرس فيفري السيمانه الثانيه تاع فيفري منا فهمتيني حرقنا طيحنا كيلوات رقاده كما كانت حاضره الحمد لله كعقل على شطحت شطحت عقل هي شطحت بزاف لدرجه اني شي مره كنقول واش عيقت غادي يكون ما كانش خصني قالت لي قالت لي شطحت حتى يقولوا راكي فرحانه في الداوك. لا دابا انا اختي باقي فيا الحال اش باقي فيا الحال دابا ممكن نقولها كاين شي كتكون اخت العروس اللي مازال حصله اش عليك دابا هي فرحانه عليك حيت تبدا حياه جديده. لا انا مشكله حيت دابا انا كنشطح حيت انا خصني نشطح انا
15 على اساس عبد 15 على اساس ضامو سمحي لي عام. ولكن عاد ثاني واحد اللقطه كنقول في التالي واش تعد واحد الوقت طافات ولا خطات، قلت واش طحت بدرجه بزاف. يقول لك هذه واش كانوا باغي يصدروها واه غير حسيت هذيك اللقطه قلت لا كون غير ولا راني تاثرت. سؤال اختي لي قالت لك امتى ترجعوا اليوتيوب وعلاش غبرتوا؟ دونك احنا اطلب هذيك اللقطه طلبت القهوه احنا رجعنا علاش غير تزوجتي وغبرتي؟ لا هو انا غبرت قبل ما نتزوج الحمد لله. ايوا عندنا واحد الارشيف حافل ان شاء الله نتاع الغبرات في الارشيف، يعني ما تاخذوش لا يعني ما تغركمش غير المساله زعما وتصحابكم هي السبب، راه تبارك الله ارشيف ما يتحد بصح الزواج كان يعني واحد الحاجه اخرى اللي زادتني دافع اساسي زادتني حتى هي الصراحه بلا باش تركزي وزعما داكشي اللي فات وهذا خصو الوقت، فكانت يعني سبب من الاسباب وفقط. ولكن ديما حنا الحمد لله الحمد لله. انا قالت لك سلام ايمان فين غابر علينا توحشناك فين تزوجتي واش غير وجدة؟ ما نقدرش نتزوج من غير وجدة، فين نخلي هذا؟ وانا فين نبقى؟ لا يا واخا نتزوج نضرب الطري ولكن ناحية. لا شوف انا نقول لك واحد الحاجة، ما عرفتش اش جابها الدنيا صراحة، ولكن وجدة خصني نقعد في وجدة لان اختي خصني تعرفوا درت انا المهم باغي نقول لكم المهم انا اختي خصني نقعد مع اختي، يعني خصني بحالي تزوج بحالي ما تزوجش يعني مع اختي جالسة هي اختي جالسة حدايا انا مزوجة وحيا هي حدايا ما نقدرش بلا اختي. ثاني حاجة على ماما، انا ماما مو مولعيني ما نقدرش نمشي شي بلاصه ما نبقاش فيها ماما، خصني كي نتوحش ماما كي نبغي نشوف ماما. لا اختي زعما كتكبري في علمي كتقولي لها حيت كنت انا اول تكيه غادي نشدها تاع الطياره ما كنشوفش ماما. أنا لا ماشي زعما لا شي حاجه، ولكن انا كتبغي ماما ولكن كنبغيك. لا شفت انا على ود هاد نقدر نفكر فيها 200000 مره ومره، ما لا خصني ماما يعني انا يعني بحال مثلا مع ماما ما كان يمشي داك المعلقه نقصوا بالسوايع، بصح خصني كي نبغي نشوف ماما نشوف ماما باش بلا ما تناقش. انا راجلي دا واحد والثاني اللي زيك. لا هذيك القضاء زوج اختي ولا وصافي انا باقي فيه. الوغ السؤال عندي وحده قالت لي عافاك هضر لنا على عرسك ورينا شنو درتي وداك الشيء كامل، كاين شي حوايج صح اللي بغيت نبارطاجيهم معكم كعروس مجربه في اخر لحظه دقيقه 90. انا كنأكد على هذه اللقطه الشيء اللي قالت لكم لا بالبلانينغ وجد شهرين وجد ما تكذبش قصتك غير تقولي زعما شي حاجه تشوفي لما اخوزي ماشي الدقيقة 90 سيدة نقدر ناكد لكم سيدة بارزة والحوايج كاين الدقيقة 90 كيتصايبوا. المهم إلا بغيتو شي نصائح نتا شي حوايج بغيو نشوفو الدقيقة 90 ولا شي أخت عروس كيف تمرين من المحنة؟ أول حاجة البنات نقدر نقولها اللي هي عادية بلا ما نديرو الصبر ديما شوفو أختك ماشي صباط أختك من العادة وتجنبي البانطوفات صراو بزاف تاع الحوايج وديما ديري كسوة احتياطي لبرا إكرام فين غبرتو توحشناكم اجيو فوزا تمر كيجيو هكا شي ميساجات والله كي ولا كيخليك تولي تموتيفي ودير لي فيديو. الوغ فاتي قالت لي ميسيو فين غابرين والله توحشناكم حنا كثر. الوغ ايمان قالت لي كيف فوتي عرسك وشنو هما الحوايج اللي درتيهم في التوجاد وندمتي عليهم وشنو اللي كان خاصك ديري وما درتيش؟ شفتو اللي كنتي بحالي ما عندكش الوقت الصراحه، ماشي انا المهم بين غنجاوب على السؤال ولكن كلشي عندي في الدقيقة 90، علاش أنا في طبيعتي الصراحة هكا ما عرفتش شنو المهم. أنا كنت متوقع زعما في هكا ما هكا غادي تساوم. لا هي على شي طبيعة تبقى فيها. لا لا أنا أنا اقتنعت باللي شتي إلا نتيا نقول لها خليها حتى للثاني فهمتيني. أنا في الدقيقة 90، إن شاء الله شارك معكم عندي بزاف ما نقول لكم الصراحة. داك العرش متبهدل اللي دينا. والله وعندي عندي شي فيديوهات لحقاش كنا كنصوروا بزاف هكا يعني البنات وصحاباتي وبيناتنا زعما شي حوايج تاع جري جري، نقدر نبارطاجي لكم أنكم كنت حالتكم الصراحه بدا كتحال الموافقه الرسميه ديالي حيت بارطاجي ديال الناس انا بعدا حالتي ما كنتش مبشره. الو قلت لي واش كدوزي رمضان مع راجلك ومع ولا مع عاري؟ الا كان مع عاري بغينا فيديو. لا 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 يا دوزي كدوزها مع راجلها ومع عاري اللي راجلها شعبه والله مسكينه باقي بيا هذا كدوزو مع الفرق. شوفوا عطيكم واحد الحاجه بزاف تاع الناس السؤال اللي جاك بزاف اللي شنو كي غادي ديري مرات تجي انا خصها فيديو نداء لكل الناس اللي مي ما عرفتش واش مين كتزوج شي وحده زعما كيمشيو للفيكتيم يا اختها هي راه كتزوج الاخت لولا لا انا ماشي هكاك انا كنظن بلي بزاف تاع الناس كانوا يتبعونا في يوتيوب كيشوفونا شحال قراب وكانوا كيقولوا لي فوالا خواتات كيفاش غادي ديرو وكيصيفطوا لي ميساج لريم وانا يعني في السيمانه تاع العرس ديالي انا قلت صافي وريم ديبريمي. شوف شنو هادي وقعت مي كنا مثلا كنمشيو نعرضوا الناس وكنهضروا مع الناس وكيقصوا اختك بقيتي فينا عليك بقيتي فيا واريم ديبريمات وانا ستريسي والسيمانه التاليه نتاع العرس اختكم غادي نتزوج ما بقى والو وهذه الانرجي لا حيت انا لا في الاول والله الا ما كنتش بواخده غادي نبقى نقولوا لي كنقول
واش غتوقع شي حاجه وانا ما خصني واش خصني نتقلق لا في اليوم وانا ما بقيتش كنقول صافي حيتنا اللي كتقرا علي انا كيتهضر مفتوح وتخطر وبس داكشي كيبان سماتهم على وجهي يعني ملي كنتغومش راه غير اللي ما بغاش يقرا فهمتي راك وحتى انا ما قريتهاش راه كنبينها لبنادم فايوا مستريسه انا يبقاو يقولوا لي كشي فينا غير نتي واش غادي ديري انا بقيت ديك الخطا كيفاش شنو غادي ندير انا كنت غادي اختي كتزوج كنت كنشطح دابا شنو ندير نبكي ولا واش كنقول لا يعني راه يمكن توقع شي حاجه ولا واش انا مانيش كنفكر مانيش واخده الامر سيريو ولا واش غادي ديري تضحك كل الاخت ديالي واحد النهار بقيت كتلاحظ وانا في بالي زعما لي العلاقه زعما كنبينش اختي عندي واحد البلاصه كنا نسخروا بلعت اللوطو لا استاسيونات انا اللي شفت بلعت الباب اوكي شنو واقع قالت لي ايوا انت لا لحقاش نقول واحد الحاجه خصكم تعرفوا انا وليد كنهضروا ديما يعني في اي حاجه كتوقع في حياتنا لان كنظن بلي الحاجه الوحيده اللي خلاتنا واقفين على جدينا هو اننا كنهضروا فمين انا عارفه راسي غادي نتزوج ولا مين كان الموضوع تاع الزواج ولا كنهضروا انه كيفاش غادي يوقع في الزواج وكيفاش غادي يكون مور الزواج يعني هذا موضوع هضرنا فيه ديجا وعارفين كيفاش غادي نتصرفوا فمين الناس بقاو يقولوا بحال هكا بقات كتقول واش داكشي باغي غادي شي يوقع ولا بصح خصني نخاف انا ما نخافش لا داروا لي ستريس على والو ديك الوقت كتبقاي تحسي بلي زون نيجاتيف هكا اللي كتطلع ما كاينش لي واحد تلاقيتو كيقول لي والله الا اللي مشيو عندهم يقولوا لها ولا مثلا تيجيو للعرس هكا يهضروا معاها يقولوا داري بقيتي هما دابا هيا جالسه حداك لا ولي كتعجبني في ايمان واحد النقطه بغيت نشير لها سمحي لي وبعدا ايمان تقدر تكون بارزه عندك مشكل تفكول فهو ما كتحسيها هي جالسه بارزه تحت ستريس ضغط بحال دابا هي كانت مضغوطه بعرسها شافتني انا مديرونجيه دارت واحد البوست شو انا يا لا حيت انا في الحوايج يعني عرسي الا جيت نقولوا اون جينيرال زواجي اون جينيرال الحاجه الوحيده اللي كانت رقم واحد اللي كنت مركزه فيها هي اختي يعني خصني خصكم تعرفوا واحد الحاجه بلي انا وريت لا لا والله خصكم تعرفوا بلي اي حاجه درتها يعني كاع اللي كيتخيل زواجي ومو زواجي اي حاجه درتها اول حاجه درتها كانت مع ريم درنا شي حوايج انا وريم كتفكرهم راه ما يمكنش راه ما يمكنش جوج خواتات يديروهم كيبقاو دي سوفينير زوينين يعني بقاو شي حوايج فبالتالي بحال اللي شرفت انا مع حضرتكم والله زعما خاصك قضيت احلى اوقات حياتي غنقول لكم واحد الحاجه نهار اللي تزوجت مثلا تزوجت انا 28 فيفري لو اماس سافرت يعني شتي الطريق فلو اماس شافتني اختي مشيت لو دو مارس سافرت كنهضر مع ريم ديرونجيا ماشي مني ماشي من العيس مديرونجيا ما قايلاش بلي وما قايلكيش بلي مديرونجي اختي نورمال مي كديرونجا كنكون حداها يعني كنجي كنجيب البلايا كنتعاود شدي الطريق شوفوا طريق سير بلاص وهنايا بس الحمد لله بدعم الزوج المحترم اللي كنعيش معاه شدي الطريق سير بلاص داك النهار حتى الوجدة جيت شحال جيت 5 دقائق عشان خاصكم تعرفوا انني كي انا الفيرسون ناحيتي كي كانت كنهضر مع اختي الصباح كنهضر معها نورمال انا بالنسبه لي راه ما كنبينش كالعاده غادي كتفرشني كتقراني ديك الوقت اللي كدوزي كيسكانيك شي واحد ديك الوقت غير قولي راني عارفه اللي كاين فانا كنقول لا ما تقولها فهمتي ما غاديش نقول لاختي راني مديرونجي ولا بس السيده سافرت هكا كنهضر معها نورمال الصباح يعني علاش شمت شي حاجه العشية كنت خارجة كتصوريني في التليفون كنجاوب ويصابك يا هاكي لاباس عليك مزيان على سناكي اختي كتصوني لي عشان قلت لي في الراكي كتخير في البلاصة الفلانية مراكش تما انا بديت كنحس وكنقول لا الا هاني لا لا اش الطريق لا الطريق النهار اول مرة مايمكنش غادي تجي الساعة الا ولا تعرفو اليرو وليدة فيك قلت لي وروحي مجيت الباب خرج لقيت اختي وراجلها كنقول لهم واش دابا منيتكم لا الا هذيك ما توقعتهاش اختي جات ضربت الطريق تشوفني والله شتا 10 دقائق ولا سير بلاص ولات عندي باش تاكد باللي راني مزيانه وفوج زعما وفوجت وفوتنا نهار برا زعما درنا شي حوايج لا هذيك عمرها تنسالي خرجت مع دوك اختي اكثر حاجه عجبتني حتى انا في الاول عموما الناس اللي كتبقى تقول لك هكا دوك ملي كتعجبها كتقولي ما كانش انا حد هاد السؤال غادي نجاوبو لي ان شاء الله نتمنى غادي نحتاج الدعم ديالك سير اختي انت غادي ديري فيديو تاع الطريق غادي يجيني تثبتي باش نقصي الوزن خوتي هادي من هاد المنبر كنقول لكم بلي اخيرا بعد عناء طويل هادي كتاكد اكد والله خوتي والله الا جربت اي صور قبل وما كتاش ولكن اخيرا نقدر نقول لكم بلي الفيديو غادي يتحط في لاشين مور هاد لا فيديو بالضبط يا رب
والله زعما تعطلت عليكم بزاف بزاف اللي كانوا يصيفطوا لي كومونتير ميساجات ما كنتش كنجاوب وراني كنشوف كنشوف التهديدات كنشوف كل شيء ولكن الله يرحم هذا لا بيبي وصلت انني قدرت انني نصورها حتى محاولات ولكن بعد ما فاش سؤال البنت كيقولها ريم لا ماشي كيقولها ريم كيقولها حسي نستعين بصديق تيم قال لك هما قالوا انا ما بين بيناتكم الخوت قال لك تزوجتي وراجلكم باش دير يوتيوب وحبسك وقال لك كذا وما بديتي تحركي صافي طفي لي الكاميرا انا اصلا كنت غادي يعني باش نقول لكم عارف لحقاش قلت هذا كنا درنا واحد لا فيديو هذه شحال اللي كنت عجبني ديك لا فيديو بزاف وكانوا يقولوا لي تبغي تزوجي يوتيوب رجل احلام غادي تريدي من يوتيوب واختك وكيديري قلت لهم انايا تما غندير تزوج غادي ندير شي واحد اللي اصلا كيعجبو داكشي اللي كندير ويدعمني داكشي حاجه اللي عيب وحاجه اخرى هو ان يكون هو اختي فاهمين اكثر باش انا لا شعور كنت داك وحده وراسك مع واحد الطرف والله الا فرحان واحد مرافق مرافق انت شتا ايمان ديما فرحانه ملي تكوني معاه خوتي انا هذا الكرم اللي راه اللي بزاف كنعاود بينات النهار الاول درنا ريف سوبريز ملي جيتو عندي وخرجتو لقيتكم واقفين في الباب مع الثاني ملي تزوجنا الحمد لله ما نتعش وراكم وراكم اللي مختنا رفعتي الجلسه لا والله الا قسم بالله ريم عز عليها وعز عليه وكاين هناك تفاهم حنا ما تفارقناش حنا زدنا الصوت ديالي مع عرفت وين ولادي وسعنا النطاق التويجه ديالنا الحمد لله نكملوا الاسئله تاعنا اسيدي شكرا على التوفيق لو شكرا على الدخول السريع ديالك شكرا تحيه لي فانز تحيه خالص صراحه حبيبات وحشناكم بزاف وما كنتسناو فارس فيديوهاتكم رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله يكون هذا رمضان يكون فيه الخير وتحيه الحزمه نتمنى انكم تحطوا لي فيديو يا رب دايما غادي نستعين هاد المرة بالدعوات باسكو شحال بعدا منقولش معطيش كلمة كي دايرة مع الحجر الصحي لا زعما واش باغي نجاوبك بصراحة ولا نكذب عليك ولا نكذب عليك اللي فينا كافينا ما نزيدوش المآسي راني مأزمة واش ما بقيتيش مازال غادي ديري فيديوهات في يوتيوب دونك هذا السؤال تاع فاطمة الحمد لله الحمد لله غادي نبقى ندير فيديوهات في يوتيوب علاش هذا فيديو اللي حنا كنديرو حتى دابا ما تلقاي كيضحك حتى انا ما كنغاول ومتاكدوش لا شوفوا انا قلت حاجه انا الشيء اللي كندير في حياتي شي حاجه اللي انا مقتنعه بها شي حاجه اللي كتعجبني شي حاجه اللي كنشوف فيها فائده شي حاجه اللي فريمون كتعجبني بزاف فالحمد لله هناك دعم دعم هذا اهم حاجه اهم حاجه الدعم دعم كما كتدعم ما تلحقونيش اصلا انا بجوج بينا كنزا كندوزا رمضان الحمد لله اش كان بصح ما حسيتش بيه صراحه راه يدوز في الساعه ما عرفتش ديجا مع كنا قبل ولفنا نقعد في الدار ولفنا ناكلو الريطار بحال حنا صايمين ف غير كنستو سيرتو رمضان جاني فات في السعف هو ابريل مارس تقيت الوغ فوزيه قالت لنا اوكي كيسيون غير انني كنقول لك راك ظريفه بزاف وانا متبعين الوين ديالك وفرحت بزاف مين شفتك حبيبتي شكرا بزاف وقعدنا بزاف تاع الناس اللي كيتبعونا من الاول الناس تاع الويله شفتو معنا شي ما خصوش يتشاف شنو عملتي باش ضعفيتي الفيديو راه جاي ان شاء الله قريبا باش انا نشوف معكم اسراري ونقابة جواهرية تحية طلعت بومبا في عرس خوتي حلت خوتي طلعت بومبا فضل انا خصكم تقول لكم غير واحد الحاجة بعد ان شاء الله قلت لي بعد الاول غلاضيتي شوية واش غلاضيتي شوية شوف الحجر الصحي ما نكذبش عليكم كنضربو الخطة كنحاول كتحاولوا شنو حافظ على وزني كنعاني انا خصوصا اول حاجه بدي نقفه جويريه من الناس اللي عتقوا لي العرس ديالي انا كنقصعين انه وقعوا بزاف تاع قصص في عرسي فصراحه تحيه لقفه كبيره ليك وان شاء الله فيديو اخرى نقول لكم ولكن يعني من الناس اللي عتقوا لي بهذا المعنى العرس ديالي ثلاث ايام قبل عرسي هذه اللي دارت الميشن امبوسيبل تحيه ففاطمة قالت لي علاش كتدخلي الخاطر بزاف هي زعما الصراحه زعما كتحرجوني بهاد الاسئله والله زعما انا كنظن انا اللي حاضرك انا غادي نحصل فيها شكرا راه كديروا لي بحال هكا هشاشة القلب بالمشاعر ديروا لي بحال هكا انا اتس ديفا قالت لي شنو احساسك من اختك ما بقاتش معاك في الدار والله زعما الصراحه ما كتشوفيش مازال ما اكتشفتش الشعور مازال ما لحقت يكون عندي شعور الحمد لله انا الاخت هاي انا فين مشات اختي كنمشي انا فغفران قالت لي في ساكنه في وجده بالضبط ما
عرفتش واش جايه تخطب مني ولا ما عرفتش سمعت اختي تزوجت ما عرفتش ما فهمتش يعني كنت لا لوكاليزاسيون بغات البوزيسيون لا ساكنه في وجده اسماء قالت لي كي درتي كي درت قصتك مع الزواج بعد الحجر الصحي انا اخر متزوجه تاع كورونا انا اللي بلعت السيطره انا كنت ممكن اخر واحده تزوجت قبل ما يشدونا في الحجر الصحي هذه هذه الحاجه خصك تقوليها وا لا انا يوم لا نقول لك حاجه حيت واحد سؤال اخر بالضبط نتاع الرباط السومه قالت لي علاش تزوجتي على غفله وما قلتيناش على غفله وما درنا حساب زيد اسكت واحد الحاجه اللي غادي نجاوب عليها بس سبق تاع السؤال تاعي الو انا اصلا ما كنتش معوله انني نتزوج فبري نهائيا هذا على حسب معلوماتكم معلومات معلوماتي تاعي فالصراحه ما كناش عارفين حيت انا كنت باغي نتزوج في الصيف يعني انا واش نديرش بالي غادي نتزوج فبري كلشي كلشي داير البنا بلي ما غاديش تزوج فبري ولكن راجلي كان باغي يتزوج فبري وانا صراحه حتى لاخر لحظه ما كنقول لكش بالمكتب ودابا ملي جات كورونا راجلي كيبقى يعيرني بها وانا دابا كنقولها عند الصح كيقول لي اه لحقاش انا قلت له واخا معليش نخليو بعد ابريل ماي تسخن الدعوه شويه اجواء الصيف فهمتي لا نتزوجو فبري دابا قال لي لا كنا خلينا كنتزوجنا مرت عامين ما كانتي بخير دونك فوالا كانت هذه لا فيديو جيسبر بانها تكون عجباتكم جبنا الخير على الاسئله نتاعكم كيف ديما الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه اهلا بكم داكشي علاش ما كنعطيش الكلمه عيد ديما كنعاود التصوير الله باش سكتي انا غادي نقول تيدير لي هكا وهكا دونك فوالا كانت هذه لا فيديو جيسبر بانها تكون عجباتكم الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه نتاعنا ما تنساوش انكم تابوناو معنا لايك يلا فيديو اللي عجبتكم خلونا تعليقاتكم وتابعونا في جميع مواقع التواصل الاجتماعي كنت تلقاو في صندوق الوصف ما تقدرش تقول لي نقدر نقول لكم تابعونا على برضو وطوعوا على الجرس باش يوصلكم اللايكات ديالنا اخ علاش نهضروا ما كنعرفش تقولوا جمله مفيده كنضغط هضره وما كنقولش جمله مفيده فهذا اللي كاين نتمنى تكون الفيديو عجبتكم ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو قريب الجرس اللي قال كريم كيعجبني وكتلقى كنسالي باي